هو انا كان عندي عضو منتدب اجنبي انجليزي كان جاي في مصر، كنت جبته في شركه من الشركات، وعندنا ساعي نوبي بس مربينا يعني معانا في الشركه بقاله 20 30 سنه وكده. فالراجل ده انجليزي بقى شتم الساعي ده عشان ده عمل حاجه القهوه اتهزت ولا حاجه عبيطه قوي يعني، وشتمه. وطبعا النوبيين دايما على فكره النوبيين دول ناس من احلى الناس اللي في مصر، عندهم قيم توارثوها عبر الاجيال ما بتتغيرش، واخد بالك؟ فالراجل انكسر يعني، دخل لي وكده واتكسر وبتاع وكده. فانا رحت قلت للمدير الانجليزي يعني مش عشان ده، لا القهوه تشتمه كده وبتاع كده، اعتذر له بس عشان طيب خاطره، لان الراجل عايز يمشي ده بقاله معانا 20 30 سنه. قال لي يعني ما اعتذرتلوش؟ فقلت له ما اعتذرتلوش هتمشي. قال لي خلاص امشي. قلت له امشي، واخد بالك؟ فمش مشي مشي في القصه دي. فالشركه كلها مش مصدقه ان انا مشيت العضو المنتدب الانجليزي عشان خاطر الفراش. بس هي المساله مش كده، انت لو ما حمتش كرامه اللي بيشتغل معاك. يعني انا ممكن احكي لك على قصص يعني ناس بتشتغل معايا، اللي مثلا يروحوا مره ناس اتمسكت في البوليس قعدوهم في القسم، انا قعدت معاهم لحد الصبح لحد ما يطلعوهم. الناس بتوعي اللي اتخطفوا في العراق، انا رفضت ان اي حد يتفاوض مع الناس اللي خطفوهم. اول حاجه انا مسكت التفاوض ده بنفسي، وانا اللي رحت جبتهم في الاخر وطلعتهم. الفاليو اللي بتخلقها انك انت الناس تحس عندك اللي عندك ان هي ليها ظهر، وان صاحب العمل ده بيعاملهم كعيله، فاليو غير طبيعيه. والا هيجي حد يديله مرتب مرتين ويمشي يعني. تعالوا نشوف اسرار عن عائله ساويرس وكيف بداوا من الصفر وأصبحوا من أصحاب المليارات، أسرار أعتقد ما تعرفوهاش عنه. أقام أنسي نجل الملياردير المصري نجيب ساويرس حفل زفاف فاخر عند سفح الأهرامات في مصر، وعقد أنسي نجيب ساويرس الإكليل في أحد الكنائس الكبرى زي ما احنا شايفين، وجاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وعدد كبير من المسؤولين والفنانين. وحضر حفل الزفاف النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وجون طلعت وسامح شكري وزير الخارجية، كما تواجد عالم المصريات زاهي حواس وخالد عناني ومصطفى وزيري والإعلامية لميس الحديدي وأبو هشيمة. ويشغل أنسي ساويرس منصب رئاسة مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة، وهو أيضا العضو المنتدب في شركة اتش اوف كابيتال بالولايات المتحدة، ويشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيطاليا أونلاين. ألف مبروك للعروسين. رغم الإمكانيات الهائلة للملياردير المصري نجيب ساويرس اللي كلنا عارفينها طبعا، لكن الحفل كان بسيط وغلبت البساطة على فستان العروسة اللي احنا شايفينها، وجبت لكم صور جديدة من الحفل الزفاف اللي هو بعد الكنيسة كمان، وكان شارك النجم عمرو دياب في إحياء حفل الزفاف أنسي ساويرس اللي هو ابن رجل الأعمال نجيب ساويرس في منطقة الصوت والضوء أمام الأهرامات في الجيزة، بحضور عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال ومنهم توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وكان في سير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي. وكان نجيب ساويرس قد احتفل بزفاف بنته تايا في عام 2019، وتم عقد الإكليل بكنيسة السيدة العذراء مريم، وأقيم الحفل على مدار 3 أيام متتالية. أفاد رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة في مصر الشريف دوس الثلاثاء 29 يونيو 2021 بوفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس، وهو عميد عائلة ساويرس في مصر، عن عمر ناهز 91 سنة. الله يرحمه. تاريخ عائلة ساويرس: بدأ أنسي ساويرس حياته العملية في صعيد مصر، حيث أسس شركة للمقاولات عرفت في البداية باسم اللمعي وساويرس، وانفرد أنسي بالشركة عام 1950 واتسع نشاطها بشكل غير مسبوق. أنسي ساويرس بدأ من الصفر سنة 1950، يعني منذ ما يزيد على نصف قرن، وكان عمره في ذلك الوقت 20 سنة. تخرج في كلية الزراعة لكنه لم يتصور نفسه فلاحا. ده الأب أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس.
فقام بتغيير مجرى حياته كلية واتجه للمقاولات التي يحبها. كان ذلك المجال جديدا عليه تماما، ومن حسن حظه التقى بإنسان تعلم منه المهنة على أصولها، وهو المرحوم لمعي يعقوب الذي كان غاية في الذكاء ويفهم عمله جيدا وموهوبا في الحسابات، رغم أنه لم يكن خريج جامعة، لكنه حصل على الدكتوراه في الحياة والدنيا التي عاش فيها. في سنة 50 تكونت شركة لمعي وأنسي للمقاولات، والعنوان التلغرافي لهذه الشركة هو أوراسكوم، الذي أطلقه أنسي ساويرس في سنة 1977 على شركته الخاصة التي أسسها بعد عودته من ليبيا، وبدأ بثلاثة موظفين فقط، ومنهم ابنة أخته وتدعى نبيلة المقبادي، ومهندس اسمه شريف فانوس. انطلقت الشركة الوليدة من حجرتين وصالة. هذه الأيام تمر حوالي 39 سنة على قيام هذا الكيان الاقتصادي الذي بدأ صغيرا ثم تحول لعملاق ضخم يضم آلاف العاملين. وسر النجاح كما أخبرتك يرجع إلى الحرص على تعليم أولاده في أرقى جامعات العالم، بالإضافة لكل واحد من فرسانه الثلاثة ينطبق عليهم المثل القائل ابن الوز عوام، يعني شاطر زي أبوه. عام 66 غادر أنسي مصر لليبيا، وهناك احترف أعمال التوكيلات والمقاولات واستمر يمارس نشاطه حتى عام 75. مع بداية عصر الانفتاح الاقتصادي وافتتاح الأسواق المصرية، قرر الرجل العودة لمصر. كان من الطبيعي أن يستثمر خبراته الواسعة في مجال المقاولات، فأقام شركة أوراسكوم للمقاولات. ورغم كل الظروف الصعبة التي مر بها أنسي ساويرس، إلا أنه كان حريصا على تعليم وتدريب أولاده الثلاثة سامح سميح وناصف ونجيب. وكما يقول نجيب ساويرس: لقد كان من أعظم قرارات والدي المبكرة أنه وضع استثمارات هائلة لتعليمنا وتزويدنا بأفضل مستويات الخبرة، حيث كان يرى أن أولادهم رأس ماله الحقيقي. كان أبرع قرار اتخذه أنسي ساويرس في حياته هو إيفاد أولاده الثلاثة للتعلم بالخارج. أرسل نجيب إلى سويسرا للالتحاق بمعهد بولي تكنيك، معهد معروف بتخريج القادة وكبار رجال الإدارة العليا بأوروبا، وأوفت سميح لجامعة برلين، وناصف إلى جامعة شيكاغو المتخصصة في الأعمال والمال. وكأن الرجل أراد أن يجمع بين الدقة السويسرية والماكينة الألمانية وصناعة البيزنس على الطريقة الأمريكية، وبالفعل كان له ما أراد. فعندما عاد أولاده الثلاثة إلى مصر وتدار أعمالها بأسلوب خاص يمكن أن يطلق عليه اسم إدارة العائلة، الذي يعود إلى ترابط عائلة أنسي ساويرس، حيث يحرص أفراد العائلة على الاجتماع على الغذاء 3 أو 4 مرات أسبوعيا، حيث يتم مناقشة كل شيء، السياسات العامة والمشروعات. وكما يقول نجيب ساويرس: نحن لا نعمل بمفردنا في كل المشروعات، بل نعمل بأسلوب المجموعات الاستثمارية، ولنا شركاء في شركات الأسمدة. مجموعة أوراسكوم وصل حجم استثماراتها في مصر من عام 95 وحتى الآن ل 900 مليون دولار، حوالي ملياري جنيه مصري، في أنشطة محددة مثل مصنع الأسمدة ومصنعين للأسمنت وتالت الحديد والصلب. نجيب ساويرس: كانت مؤسسة أوراسكوم للمقاولات أصغر من أحلام الابن العائد من سويسرا نجيب، فقرر أن يجرب حظه في نشاط آخر، فاتجه للحصول على التوكيلات الأجنبية، ثم اتجه بنشاطه بعد ذلك للسكة الحديد، وبالتالي توسعت الشركة الأم. نجيب ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم المصرية، مجموعته ستستثمر ما لا يقل عن 900 مليون دولار في قطاعات الاتصالات المتنقلة والثابتة بالجزائر قبل نهاية عام 2006، وإنشاء مصنع أسمنت ثالث بنفس البلد. وكان رجل الأعمال المصري المعروف يتحدث في الجزائر بمناسبة احتفال شركة جيزي للاتصالات فرع أوراسكوم بالجزائر ببلوغ 5 ملايين مشترك في شبكة الهاتف الجوال. وقال ساويرس أن مجموعته ستستثمر 500 مليون دولار في الهاتف الجوال، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في الجزائر يتغير نحو الأحسن. وعن تجربة أوراسكوم في العراق، قال نجيب ساويرس أن دخوله السوق العراقية كان مجازفة، لقد أردت أن أكون من الذين يشاركون في بناء عراق جديد، فنحن موجودون في هذا البلد الجريء على سبيل التضامن مع شعب، وهو نفس ما قمنا به في الجزائر عندما قررنا شراء الرخصة الثانية لهاتف الجوال عام 2001، حيث قيل لنا حينها
أنتم ذاهبون لبلد يعيش حربا أهليا واضطرابات في منطقة القبائل، ووصلت قيمة استثمارات ورأسكم في الجزائر بعد 4 سنوات من النشاط ل2.5 مليار دولار، وهي بذلك أول مستثمر أجنبي خارج قطاع المحروقات. ده نجيب ساويرس ثروة 2.8 مليار دولار، ونسي ساويرس 2.4 مليار دولار. سميح ساويرس، إلى أن جاء سميح الابن الثاني من ألمانيا واستطاع أن يحول هواياته وحبه وعشقه للبحر والصيد إلى نوع آخر من التوكيلات والآلات البحرية. ثم بدأ كبير في منطقة الغردقة المعروف باسم الجونة، الذي بدأ بمجموعة من الأكواخ الصيفية، اتسع بعد ذلك ليصبح مدينة كاملة تضم 7 فنادق عالمية و350 فيلا، تم بيع نصفها للإيطاليين ونصفها الآخر للعرب والمصريين. ولد سميح ساويرس في عام 57 في القاهرة، حيث درس في المدرسة الألمانية، وبعد أن اختتم دراساته في ألمانيا ترأس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية. شيدت الشركة مدينتين فندقيتين، وهي الجونة المطلة على البحر الأحمر ومرتفعات طابة في خليج العقبة. على مدى السنوات الماضية تمكنت شركة ساويرس من مضاعفة أرباحها الصافية، وفي عام 2005 بلغ الربح الصافي لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية 35 مليون فرنك. وعرضت حكومة كانتون أوري في سويسرا مشروع تحوير مخطط التهيئة العمرانية بما يسمح بإقامة مركز سياحي ضخم يعتزم المصري سميح ساويرس بناؤه في المنطقة. ومن المنتظر أن يؤدي هذا المشروع الكبير في صورة إنجازه إلى توفير حوالي 2000 فرصة عمل، وإلى تحقيق مداخيل مالية في حدود 120 مليون فرنك. رجال الأعمال ده سميح ساويرس. مشروع ناصف ساويرس، واكتملت الدائرة بعودة الابن الثالث ناصف من شيكاغو عام 82، وقرر أن يبدأ بطريقته من حيث بدأ الأب، فدخل عالم المقاولات، وهكذا أضاف كل ابن من أبناء الثلاثة حجرا لشركة هونسي ساويرس. ده ناصف ساويرس لشركة أوراسكوم، حتى وصلت إلى الشكل الذي يراها عليه الناس. وإذا كانت مجلة فوربس الأمريكية قد حددت ثروة ساويرس بما يقدر ب5.2 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم أو غيره يظل سرا من أسرار العائلة. فإذا سألت أي فرد من الأسرة عن حجم استثماراتهم وثرواتهم الحقيقية سيقول لك لا أعرف، والأهم من ذلك أنه سيؤكد لك أنهم يدققون فقط في حجم الخسارة ولا يسألون أبدا عن حجم الربح. ده ناصف ساويرس الابن الثالث. وقررت مؤسسة ساويرس الاجتماعية والتي تأسسها السيدة لوزا ساويرس والدة رجل الأعمال نجيب ساويرس التبرع ب10 مليون دولار لصالح المسيحيين في جنوبي السودان، وذلك في صورة مساعدات عينية. كما تقرر فتح حساب للتبرع لهم في ظل ما يعانونه من أوضاع معيشية سيئة. ومن المعلوم أن ساويرس عضو في المجلس الكنسي العالمي الذي يراعي الفاتيكان، وهو عضو بأحد لجانها التي تضم عشرات من رجال الأعمال الأثرياء في العالم. ومن أهم شروط الالتحاق بالمجمع أن يكون رجل الأعمال ملتزما دينيا، وهو ما ينطبق على ساويرس الذي يرى فيه النموذج للمسيحي العربي الملتزم دينيا وماليا تجاه عقيدته. تعرض رجل الاتصالات المصري المعروف نجيب ساويرس لعملية احتيال من قبل رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، أسفرت عن اقتناص 70 مليون دولار. عندما طالب رامي بإعادة المبلغ رفض تسليمه له، معتمدا على نفوذه وقرابته من الأسد، وأمر رجال المخابرات بمضايقة ساويرس، فاضطر إلى مغادرة سوريا بحثا عن طريقة لاسترداد أمواله. ويومها كتب رسالة في جريدة الحياة اللندنية موجها إلى بشار الأسد داعيا إلى استرداد أمواله دون أن يذكر اسم من اختلسها منه. وبعد ظهور الرسالة اتصل رامي بالمخابرات وأمرها بتجنيد أموال ساويرس في سوريا، فاضطر الرجل إلى كتابة رسالة سامية في الجريدة ذكر فيها اسم رامي مخلوف كطرف متهم، ثم توجه لإقامة دعوى قضائية عليه في لندن وجنيف وجزر البهامس. ومن خلال الدعوة تمكن ساويرس من حجز أموال محمد مخلوف وابنه رامي في بنوك لندن وجنيف وتغريمهما مصاريف الدعوة،
وأتعاب المحامين وفوائد الأموال. بعد ذلك رضخ رامي وأرجع 70 مليون دولار لساويرس، وقام له حفل تكريم في فندق شيراتون في دمشق، واعتذر له عما فعل، ما سابش حقه يعني. تبدو الإشارة لأن رجل الأعمال المصري اشتكى بشار الأسد للرئيس حسني مبارك، الذي قال له أثناء إحدى زياراته المفاجئة لدمشق: إيه الحكاية، عندك خال وابن خال حرامية؟ من ناحية أخرى، أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجموعة راسكوم للاتصالات في مؤتمر للاتصالات عقد أخيرا في سنغافورة أن شركته تنوي السيطرة بالكامل على شركة هيتش ستون، والتي تتخذ من هونج كونج مقرا لها. وقال ساويرس أن مفاوضاته بهذا الصدد وصلت لمرحلة متقدمة، وإن كانت هناك خلافات بسيطة بين الجانبين على السعر. يذكر أن أوراسكوم تستثمر في الجزائر وباكستان وتونس والعراق وبنجلاديش وزيمبابوي، بالإضافة للهند، في مجال التليفون المحمول. نجيب ساويرس.